حاسب عايز اعدي. قلب وشك ليه؟ وسع يا هاني. طب عايز اتكلم معاكي. نعم. انت صدقتي الهبل ده؟ اه. فيروز دي مجرد لعبه. كل الاسئله اللي كان سهل تجاوب عليها بالحقيقه كان الجهاز شغال ترو ترو، لكن لما بقت عن الخيانه والستات الوضع اتغير. بتخوني يا هاني؟ اكيد لا. اوبا، انا شكلي ضيعتكم كلكم يا اولاد. اكيد في حاجه مش مظبوطه. انا عارفه يا حبيبي، ما تتوترش، خد نفس كده. هسألك سؤال تاني، في اي ست بتشوفها او بتكلمها اليومين دول وعجبك؟ ما خلاص بقى يا جدع. لا لا لا، احنا قلنا من الاول ان كله هيجرب. رد يا هاني، رد يا هاني. لا. عارف، طول عمري ثقتي في نفسي وفيك كبيرة قوي، وعمري ما صدقت حاجة عنك، بصدقك انت وبس. لكن من الواضح اني انا كنت ست ساذجة قوي. اكيد كل الستات اللي بيقولوا عليا هبلة، صح؟ رد، بيقولوا عليا هبلة وانت تضحك، صح؟ فيروز استني. طيب ده كل اللي اعرفه يا باشا. يعني مفيش غير رويده؟ وبصراحه كده يا باشا انا شاكك في حاجه، بس ان بعض الظن اسم، اخاف شك ده يطلع غلط وابقى كده نيلت الدنيا اكتر. بقول لك يا رزق، متلخص. بصراحه كده يا باشا انا شاكك في نهله يا باشا. نهله؟ نهله دي مديره مكتبه؟ ايوه هي دي. اه، بتشوف ايه بقى؟ بص يا باشا، بالنسبه لمدام نهله، انا من ساعه ما جيت هنا وانا بشوف حاجات بتحصل قدامي، وهي اساسا مش واخده بالها ان انا واقف، باعتبار اني راجل والحمد لله، يعني بالنسبه لها ماليش لازمه. يعني مثلا اي واحده ست بتدخل له بيركبها 100 عفريت وتتحول لحد تاني خالص، واول ما الست دي تخرج بتدخل له هي، وتغيب بقى حضرتك عنده بالتلت ساعه والنص ساعه. ده حتى اخر مره الرويده كانت موجوده فيها سامحها بودني يا باشا، بتقول له مدام فيروز بره، وهي لا كانت بره ولا نيله. طيب هات التسجيل. حاضر، بس انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، انا مش هسجل تاني يا باشا. ليه بقى؟ ان شاء الله يا باشا الموضوع ده لو اتقفش مش هيبقى فيه قدامهم غيري، وساعتها هاني بيها يعلقني. ما تخافش يا رزق، ده جهاز صغير ومش باين، والمرة دي انت سجلته وما حصلش حاجة. وبعدين يعني هو اللي انت بتقبضه قليل؟ خد يا باشا، انا مش عارف اجيبها لك ازاي. الموضوع ده لو هاني بيها عرفه هيحبسني، وانا نفسي ربنا يكرمني معاه في الشغل. انا هقول لحضرتك حاجة، التسجيل معاك اهو، اسمعه ويمكن ربنا يكرمني ويكرم حضرتك وتقول لي جبرت، وان شاء الله هتقول جبرت. ماشي، اسمعه. الجهاز مظبوط وانا سالت عليه النهارده وعرفت فعلا ان في حاجه كده، وهو قصد يكشفني قدام مراتي. والله ما حدش قالك تقضيها وما يبقاش وراك غير الستات والكلام الفاضي. طب اسمعي بقى يا نهله، عشان نبقى واضحين كده مع بعض، فيروز ما ينفعش اخسرها، عشان انا لو خسرتها هكون بخسر بنتي، وانت عارفه انا بنتي بالنسبه لي يعني ايه، وانا عارف ومتاكد انك انت اللي خليتيه يعمل كده. بس احب اقول لك على حاجه، أنا لو سبت فيروز مش هتجوز تاني. أنت مجنون؟ أنت إزاي تتصور إني أنا ممكن أقول له يعمل حاجة زي كده؟ أنا اتفاجئت بالجهاز ده زيك على فكرة. اسمعي، أنت لازم تصلحي الموقف ده، ها؟ وتروحي تقولي لمراتي إن الجهاز طلع أي كلام وإن جوزك هو اللي مبرمجه على كيفه. أها، وأنا هستفاد إيه بقى من حاجة زي دي؟ تحافظي على علاقتك بيا، وعلاقتك بمكتبك. أنت بتهددني؟ لا، انت فاهم غلط. انا سيب لك المكتب وحالا، مش قبل ما تصلحي الهبل اللي جوزك عمله ده. والا بقى ابعت له كل الفويس نوت اللي بيقوله. تمام، بس كده. ده اللي انا عايزاكي تعمليه الفتره اللي جايه مع الكلاسز بتاعتنا. والله هتدعي لي، اديني شهر بس واتفرجي على الفتنس بتاعك عامل ازاي. بجد ميرسي يا فيروز قوي، انا مش عارفه اشكرك ازاي. انا نفسي جسمي قوي يبقى زي جسمك. لا انت صعبه قوي. بهزر، هيبقى احلى كمان، بس انت تلتزمي الدايت انا اللي كاتباه بالظبط. حبيبتي ثانك يو، يلا سي يو في الكلاس. باي. فيروز، ممكن اتكلم معاكي شويه؟ لا مش ممكن. فيروز ارجوكي اسمعيني، صدقيني انا حاولت كتير امنع نفسي، بس انا فعلا مش عارفه اعمل كده. يا عم تمنع نفسك من ايه بس؟ والله كميه الاوفر دي فوق طاقتي بصراحه. يمكن يكون عندك حق،
بس انا مش عارف انا مالي، انا نفسي ما بقتش فاهم في ايه. فيروز انا عمري ما اتعلقت بحد قوي كده، انا عارف اللي انا بعمله ده غلط وما ينفعش، ويمكن انها تبان تصرفاتي عيال صغيره، بس كل ده غصب عني. انا بقالي فتره كبيره قوي بحاول اقاومك، لكن في الحقيقه بقى انا ولا عارف اشتغل ولا عارف اشوف حياتي بشكل طبيعي. فيروز انا اتاكدت ان انا بحبك. انت اغرب انسان انا شفته في حياتي، مش مصدقه كميه الجرأه وقله الذوق اللي انت فيها دي. انا حذرتك قبل كده 1000 مره، بس يظهر ان مفيش فايده، وانا مضطره اقول لجوزي هو اللي يتصرف معاك. استني، انت مين اللي قالك ان جوزك فضيلك؟ جوزك مشغول مع رويده وغيرها. انت تعرف جوزي منين اصلا ورويده مين؟ اهدي بس شويه واسمعني. انا حصل معايا موقف غريب جدا، والموقف ده هو اللي شجعني اني اجي واقول لك ان حرام تظلمي نفسك مع واحد اصلا مش مقدر قيمتك. انت بتقول ايه انت؟ ارجوكي ما ترديش دلوقتي، اتاكدي كويس من اللي انا قلته. انا واثق انك في يوم من الايام هتكوني مع الراجل اللي يستاهلك، اللي عايز يشيلك على راسه انت وبنتك. صدقيني انا بقول لك الحقيقه، طلع الجهاز فيك يعني لعبة وخلاص. انتي متأكدة من اللي بتقوليه؟ اه طبعا متأكدة. طب انتي تعرفي واحدة اسمها رويدة؟ رويدة دي عميلة عندنا يعني في الشركة. ايه علاقته بيها؟ عميلة بقولك، يبقى شغل يعني مش اكتر من شغل؟ والله على حد علمي يعني. بس غريبة، قبل كده كنت بحس انك عايزة تلمحيلي ان هاني بيخوني، جاية دلوقتي بتحاولي تعملي العكس. بصي انا ماليش مصلحة في حاجة، كل الموضوع اني لقيت جوزي ممكن يتسبب في مشكله بسبب لعبه هايفه، فجيت عشان اصلح ده وارضي ضميري. سوري. طب انا مضطره امشي. تشيك بليز. انا قاعده معاك دلوقتي مش عشان تعاكس فيا، انت بتقول ان معاك دليل ان جوزي بيخوني، عايز اشوف الدليل ده. فيروز يا ريت شويه احترام ليا، انا مهما كان مش عيل صغير. انا اه حبيتك غصب عني، بس جوزك بقى هو اللي بيخونك بمزاجه. وانا قلت لك 1000 مره مش عايزه اسمع كلمه بحبك دي، ولو ما قلتليش ايه الدليل اللي معاك دلوقتي حالا انا همشي. ولو اتاكدتي ان هاني بيخونك هتسيبيه؟ مش شغله. لا شغلي، انا مش بلعب، انا بحبك يا فيروز وعايزه اتجوزك. ولو اتاكدتي ان هاني بيخونك كل يوم، انا ما اعتقدش انك هترضي تعيشي في الاهانه دي. انا مش عايزه حاجه. استني، انا هبعت لك دلوقتي تسجيل مدته طويله شويه لهاني باشا، وهو بيعاكس في اي ست تدخله. انت ازاي سجلت لجوزي؟ والله العظيم مروان نشر ايده طايله. اسمعي الاول بس، اصل بعد ما تسمعي اسئله كتيره قوي مش هتهتمي تساليها. بس قبل ما ابعت لك التسجيل ده، اقسم بالله يا فيروز انا نيتي سليمه جدا من ناحيتك، وملياش اي حلم في الدنيا غير ان تكوني معايا، وساعتها اتاكدي انا هعمل المستحيل عشان اخليكي اسعد ست في العالم، لانك فعلا تستحقي. ابعت التسجيل. لازم تبعتي بسرعة. ماشي خلاص، بقول لك تمر يعني، وأول مرة يعني. أول مرة فعلا. بقول لك إيه؟ شكلك زي القمر النهار. ميرسي ميرسي. أنت على طول كده؟ طب خلاص بقى أنا هطلع بعدين، يلا باي. بابي حبيبة قلبي، عاملة إيه؟ الحمد لله. إيه اللي مصحيكي لغاية دلوقتي؟ مستنية بابي يروح قلبي. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. فينك كل ده؟ معلش حبيبتي كان عندي اجتماع طول شوية. يلا بينا نطلع ننام؟ لا مش عايزة انام. لا هننام. اوكي. هنام وارجع لك ماشي؟ على فكرة شكلك زي القمر. وشكلك كمان رجعتي فيروز اللي أنا أعرفها. هديتي خلاص؟ اه يا حبيبي، أنا نسيت اللي حصل ده خالص. ماشي. راجع لك. يلا بينا. بس انت شديتي علينا قوي النهارده. خالص والله، انتوا اللي كسلانين، راجعين من جونه كلكم كسلانين مش فاهمه في ايه. بقول لك ايه؟ ما تيجي تسهري معانا النهارده. تامر جدالة عامل هاوس بارتي اتجنن. بتقولوا ايه ها؟ بقول لك تيجي تسهري معانا النهارده. يا ريت يا فيروز والله، هتتبسطي جدا. مش عارفه والله هاني ظروفه ايه. يا ستي ما تيجي لوحدك بقى لو هو مش فاضي، ما كتير مننا بيروح سنجل يعني. مش هتتكي والله فكري. صعب والله، بس هشوف. طيب حاولي. الو
ايه يا حبيبي انت فين؟ انا لسه مخلصه جيم وكان عندي كلاس متاخر النهارده. انت فين؟ انا في البيت. يلا تعالي بقى مستنيك. وحشاني والله. بس غريبه اشمعنى؟ هو ايه اللي اشمعنى؟ عادي يعني، بس حاسس ان احنا بقالنا فتره كده ما قعدناش مع بعض. هو انت لسه بتحبني؟ السؤال ده حبيبي. طبعا بحبك وبموت فيكي كمان. بقالي كتير ما سمعتش منك كلام زي ده. طب يلا تعالي بسرعه مستنيكي. اوكي يلا. بقول لك ايه؟ انا اصحابي في الكلاس عندهم هاوس بارتي النهارده وحابه قوي نروح انا وانت، ايه رايك؟ ماشي اوكي، ليه لا؟ بس تعالي الاول على البيت. مستنيكي، باي. اوكي يلا. يا ريت ترجع هاني اللي حبيته واخترته بين كل الناس. الو الو يا رويد، انت فين؟ في البيت. لا بيت ايه؟ يلا البس وتعالى قابلني. طيب ما تخليها بكره علشان انا مثلا. اوكي يا حبيبي خليك بكره براحتك، بس خليك فاكر بقى ان الفرصه اللي انت مستنيها جات لك وانت اللي اتدلعت. طيب بقول لك ايه؟ طب ما تجيلي على شقه الميعاد اللي قلت لك عليها. لا على الشركه نتفق وبعدين نروح مكان ما انت عايز. ماشي يلا جاي لك. باي. يا بيبي الو. اي يا حبيبي وصلتي؟ لا انا نزلت بس علشان كلموني لازم انزل اسمع الاغنيه بتاعت الاعلان. يعني هتتاخر؟ لا مش هتاخر يا حبيبتي، بس بقول لك ايه؟ لو كلمتيني ولقيتي تليفوني مقفول تعرفي ان انا في الاستوديو عشان ما فيش نتورك. يعني اجهز يعني؟ ايوه يا حبيبتي. لا جهزي جهزي انا مش هتاخر. باي باي يا قلبي. بصراحه الجيم بوخ قوي، وانا جيت النهارده عشان بس احاول انقذ الوقت الكتير اللي ضيعناه قبل ما يضيع على الفاضي. حلوة أوي الصراحة دي اللي واصلة لدرجة البجاحة. حلو. تعجبيني. يبقى كل واحد فينا يقول هو عايز إيه من التاني. ماشي. شوفي بقى، أنا عمري في حياتي ما دخلت علاقة بالشكل ده. أنا أحب الست اللي تبقى معايا تبقى عارفاني لشخصي، مش عشان خاطر مصالح. ولو هي داخلة علشان خاطر مصالح أفضل اللي أنا ما أعرفش. أصل أنا بصراحة لما بعرف بقفل بفصل يعني. وأنا عمري ما دخلت في علاقة غصب عني. الا لو هستفيد من ورا كونك انك تعجبني واموت عليك زي ما انت نفسك تحس. ده مستحيل هيحصل بشياكتك وجمالك وفلوسك الكتير اللي بتصرفها على نفسك. تعجبني بتصرفاتك معايا، انك تبقى مهتم بيا تدلعني، حاسس ان اهم واحده في حياتك. ساعتها بس هحبك واموت فيك. ايوه ما انا عملت ده كتير بس برضه مفيش فايده. كذاب، انت بتشوق ولد ده. تديه العربيه وما تكتبهاش باسمه، تتفق معايا على الديل وتعطله. مش رويدة العمر اللي يتعامل معاها كده. يا ما دقت على راس طبول يا هاني. انسي العربية خالص، عليها مشاكل. وبعدين انت مش ركبتيها شوية وكمان خبطتيها. خلاص غيره. طز في العربية. حلو، عايزة ايه بقى؟ أولاً الكامبين اللي هتعمله البرفيوم بتاعي تبتدي فيها من دلوقتي. وتزود لي 10% على الحملة و10% ديسكاونت على الديسكاونت اللي قبل كده. أيوة بس كده كتير. مش كده وبس، رؤوف الريدي انتيمك صاحب اوتيلات جرينز عايزك تكلمه لي اوراد له البرودكتس بتاعتي. هو انت بتعملي شامبوهات وبادي لوشن؟ هعمل، انت بس دخل. ايوه بس كده هتبقى طالعه جامده قوي. اكيد. طيب وكل ده مقابل ايه؟ هبقى ليك، نخرج سوا، نسهر سوا، هبقى بتاعتك. ماشي وانا موافق وهكلم لك رؤوف الريدي دلوقتي. نطلع على المعادي؟ نطلع. ونطلعش ليه؟ ماشي يا هاني، والله لا انا رايحه. Woo!
صدق نفسي. شفتي بقى؟ تعالي تعالي. الو ازيك؟ ايه جوزك جه معاكي؟ لا جيت لوحدي. حلو. بس هو احتمال يخلص مشواره ويجي. طب ايه بقى يلا نروح؟ يلا يلا يلا. هاي فيروز. هاي. يا ترى بقى سمعتي التسجيل؟ لا مسحته. طب ليه؟ لاني مش هتجسس على جوزي. غريبه قوي انت يا فيروز. انا اول مره اشوف واحده ست حابه تعيش حياتها مضحوك عليها وراضي. انت بس يمكن اول مره تعرف واحده بنت ناس. ما يستاهلكيش والله العظيم ما يستاهل. اولا انا ما اسمحلكش تقولي كده. ثانيا انا ما اعرفش انت اتجسست على جوزي ازاي، بس انا هبلغه هعرفه انت مين. وانا متحمل مسؤوليه اي حاجه عملتها. اطمني انا عملت كل ده عشان خاطرك. انا مش عايز منه حاجه اصلا ومش هقرب له تاني لانه ما يهمنيش. انا عملت كل ده عشانك يا فيروز. وانا بقول لك لاخر مره شلني من دماغك، ده احسن لك. ولو انه صعب عليا قوي لكن حاضر. اوامرك يا مدام فيروز. بس انا عايزك تاكدي ان ما كانش في نيتي اي حاجه وحشه خالص من ناحيتك. وربنا يوفقك ويسعدك. راحت فين دي؟ الو انت فين؟ نزلتي تسهري؟ يعني ايه تنزلي من غير ما تقولي لي؟ تليفوني مقفول ومش عارفه توصلي لي، بقى ما تنزليش. يلا تعالي على البيت دلوقتي حالا. مش هاجي دلوقتي انا. يعني ايه مش هتيجي؟ يعني زي ما سمعت انا ما اعملش شعري واعمل ميك اب وكل ده وتقول لي تعالي. انت كنت فين ومع مين وقافل تليفونك ليه؟ قلت لك كنت في الاستوديو ومفيش نتورك. انت هتحقق معايا؟ يلا تفضلي على البيت دلوقتي حالا وبعد كده اسالي على اللي انت عايزاه. يلا مستنيكي. باي فيروز. تعالي. اوكي جاي. أظن غيرتي. نتكلم بقى. عايز إيه يا هاني؟ عايز أقول إن اللي حصل النهارده ده ما يتكررش تاني. مفيش حاجة اسمها إنك تنزلي من البيت من غير ما تقولي لي. تليفوني مقفول ومش عارفة توصلي لي، يبقى ما تنزليش. وده حب وغيرة ولا عايز تحس إنك مسيطر؟ لا دي أصول. أنا كراجل ما ينفعش أبقى قاعد في البيت مش عارف مراتي موجودة فين، ووقت ما أعرف أكتشف إنها سهرانة في مكان ومن غيري. ويا ترى الأصول دي فيها إني بعد السنين دي من علاقتي بيك فجأة دلوقتي ابتدي اسمع انك مش ماشي صح؟ يعني ايه مش ماشي صح؟ هو انت لسه بتتكلمي على الجهاز العبيط ده؟ يا ريتو على قد الجهاز. بص انا ست ذكية جدا ودماغي كبيرة. عايزة اقول لك جملة واحدة يا ريت تفهمها كويس قوي. لو انت مخلص ليا وامين على علاقتنا اتأكد اني انا نفس الشيء. ولو انت بتخني ومش امين على علاقتنا برضه اتأكد اني انا نفس الشيء. هروح اطمن على البنت. هو انا ممكن اعرف ايه اللي مقعدني عندك كل ده ولحد دلوقتي ما بلغتيهوش اني موجوده؟ على فكره اقدر ادخل عادي جدا ومحدش هيقدر يمنعني. مين قال لك انها منعك؟ اصل دي حاجه ليها علاقه بالذوق والاخلاق. يا موجوده يا مش موجوده. لا انت اتجننتي، ازاي بتكلميني كده؟ انا ما غلطتش فيكي اصلا، بس لو غلطت مره تانية انا مش هسكت لك. فاهمه ولا مش فاهمه؟ ايه في ايه في ايه؟ هو انا ينفع اكون موجوده بقالي نص ساعه والهانم ما تقولكش اني موجوده؟ معلش يا رويده انا كنت مشغول شويه. يلا تعالي. هو في ايه وايه اللي تعالي؟ انا اتغلط فيا وانا بشوف شغلي يا مستر هاني، ولو ما خدتليش حقي دلوقتي حالا اعتبرني اني مش في الشركه دي. وانا بقول لك دي لو ما مشيتش مش هعرفك تاني. انتوا بتهددوني ها؟ طب انت مرفوده وانت مش هشوف وشك تاني. يلا مش اطلع بره. يلا انا هربيكوا.
كان حلو قوي كلاس النهارده. اه انبسطنا قوي. برضه مش هيجي تسهري معانا النهارده؟ خلاص براحتك. يلا باي اشوفك. هاي يا فيروز ازيك؟ عارفاني مش كده؟ مش واخده بالي. ازاي؟ المطعم مش فاكره؟ طب انا رويده العمل. سمعتي عني قبل كده؟ هو حضرتك تبقي ايه مثلا في المجتمع عشان اكون المفروض سمعت عنك؟ مغروره قوي. بس يا حرام غرورك ده مش لايق على انك تبقي واحده مش ماليه عين جزر. وده عرفتيه ازاي بقى؟ كل الناس عارفه هاني عرفات بيعمل ايه. لا من الواضح انك انت جربتي بنفسك. بصي يا ماما، لو انت جايه هنا عشان خاطر تعملي لقطه تتنططي عليا انك عرفتي جوزي من ورايا، فده ما يهزنيش ولا يقل مني. ده بس يبين ان انتوا الاثنين ارخص من بعض. موافقه. يبقى انت كده عرفتيني كويس وكمان سامعه علي، والرساله تبقى وصلت. سلميلي عليه كتير. باي. انت بتقولي ايه؟ بقول لك طلق. هو في ايه بالظبط؟ في انك راجل عينك فارغه وتافه وما احترمتش بنتك ولا مراتك. في انك موجود في مكانه انت ما تستحقهاش. ولو عايز تعرف اكتر اسال رويده. رويده دي عميله عندي وكانت عندي من شويه. يظهر انك زعلتها او زهقت منها فجت تنتقم منك وتكشف جزارتك قدامي. بس مش مشكله، عادي، المهم تكون اتبسطت. الكلام اللي انت بتقوليه ده مش مظبوط. كلام فاضي. هي اصلا كانت عندي في الشركه وانا كذاب. بطل بقى. خلصت يا هاني. مش هي بس اللي عرفتني ده. انت عارف انك كنت سبب ان راجل يتجرأ ويحاول يتقرب مني ويدخل في علاقه معايا. انت بتقولي ايه؟ انت بتخوني، ومش بس مع رويده، مع رويده وغيرها ومن زمان. انت طلعت مفتوح قوي يا هاني، لدرجه انك شجعت راجل انه يدخل مكتبك ويسجل لك عشان يعرفني ان جوزي بيخوني. يمكن اسيبك وارضى ابص له. طبعا طالما الراجل بيعك ومفضوح فالست كمان لازم يبقى عندها استعداد انها تعك. شفت انت وصلتني لفين؟ طلقني. فيروز هطلقك، ده مستحيل. علشان خاطري فيروز سامحيني. سامحيني واديني اخر فرصه. وانا وعدك ان انا من النهارده هبقى بني ادم تاني. بس اديني فرصه اتغير. أنا ما أقدرش أتخيل حياتي ثانية واحدة وأنت مش مراتي. ساعتها الموت هيبقى هو اللي سامحيني علشان خاطر بنتنا. إديني آخر فرصة، آخر فرصة. الزوج اللي يحط مراته في وضع زي اللي أنا اتحطيت فيه ما يستاهلش أي فرصة تانية. وزي ما هنت عليه لازم يهون عليه.